بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم متابعينا امام الشاشات، تحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم باجمل تحية رياضية من على ارضية ميدان الدستور، احد افرع تحفة ميادين السباقات بدانة الدنيا دبي، في المرموم هذه الانطلاقات والتحديات والاندفاعات لسن الحقائق في مسافتنا 3 كيلومترات، خامس الأشواط وثاني الجولات تبدأ مع انطلاقة الإبكار. أتقدم مباشرة مع الصدارة والمقدمة الشبابية عيد بن خميس بن عامر العمري يقود مسار هذا الشوط، يقدم الشبابية على المركز الأول وعلى الصدارة المركز الثاني من الجانب الآخر. أتابع تمويل سالم بن سليم بن سالم الغيلاني والمركز الثالث دلائل منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري المركز الرابع، المركز الرابع مطفية عتيج بن مطر بن حسن القبيسي القادم مع مطفية على المركز الرابع، المركز الخامس وتابع في خامس المراكز من عمق الميدان التسلل والانطلاق من زيزفون تيل بن علي بن عبيد الغفلي يقدم زيزفون المركز، المركز السادس. نتابع هذه اللي واصله عذاب مبارك بن سيل بن خادم اهل خيلي المركز السابع، وصول من تمويل عماد بن غريب بن سعد اهل جنيبي القادم في هذه اللحظات. فال حمود بن علي بن عامر العويسي يتقدم في هذه اللحظة، حمدون ينطلق في هذه الانطلاقات. وصلت الأسامي، وصلت الشعارات. المركز التاسع دلما سالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي يتقدم مع دلما، وصلت خيرة شعار العزوم قادم راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليف سلوهيبي يتقدم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، ندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة واسماء قادمة وشعارات تبحث دائما عن الانتصار في ميدان دستور. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، البداية مع تمويل غير تمويل قادة المسار عماد بن غريب بن سعد آل جنيبي يتقدم على المركز الأول. عوايد والانطفية، انطفية عتيج بن مطر بن حسن القبيسي قادم على المركز الثاني. الكيل الأخير، خيرة خيرة وعساف الأمر خيرة، وصلت خيرة راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات. وصول من امواج، امواج عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري، وتابع شيء قادم الشاهينية عبد الله بن سلطان الغفيلي قادم مع الشاهينية. هالابيض قادمين في هذه اللحظات منطلقين مع الشاهينية مع هذه الانطلاقات. ولكن اعود الى الصدارة، اعود الى تمويل عماد بن غريب بن سعد آل جنيبي يتقدم على المركز الاول وعلى الصدارة. القبيسي على المركز الثاني، راعي الطيرة على المركز الثالث، الغفيلي قادم مع الغفيلي عبد الله بن سعيد بن سلطان، الغفيلي قادم مع الشاهينية بن حليس وبن كليب قادمين. ولكن الصدارة مع تمويل، تمويل تمويل تمويل، الى وين السلام؟ الى ثمريت، الى ثمريت السلام، والى هالبشاير السلام مع تمويل. سلام الى الجنوب، سلام باكملها بالسلطنه مع هذا الشعار اللي يمثلهم خير تمثيل في المرموم عماد بن غريب بن سعد الجنيبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني مطفيه لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، المركز الثالث شعار بن كليب، المركز الرابع مع بن حليس الوهيبي، المركز الخامس مع عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري. هكذا هي النتيجه، عوده في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول تمويل 4 دقائق 29
خمس اجزاء من الثانيه تانينا، والناموس لعماد بن غريب بن سعد الجنيبي تانينا، والناموس المركز الثاني نتابع مع التوقيت 4:32 جزئين من الثانيه، شعار مطفي يعتيج من مطار بن حسن القبيسي. المركز الثالث اللي وصلنا على المركز الثالث شعار بن كليب، على المركز الثالث 4:33 تسع اجزاء من الثانيه، هذه ترف لعلي بن سيف بن علي بن راشد بن كليب. هكذا هي النتيجه، تهانينا والناموس للجميع.